ناصر ويدعى ابو عبد الله بان يرى به جفنت بتهمه الرده والتعامل مع العدو. رسالتي إلى جنود الخلافة، فأقول لهم اثبتوا فوالله إنكم على الحق، اثبتوا فوالله إنكم منصورون، منصورون بإذن الله، ولا يغرنكم كثرة الأعداء وأعوانهم، فإنهم مهزومون بإذن الله. الثانية إلى أهلي وعشيرتي، فأقول لهم إن ثوب العار الذي أراد هذا أن يلبسكم إياه لن تلبسوه بإذن الله، وها أنا أطهركم من رجسه لتبقى رؤوسكم عالية وجباهكم بيضاء بإذن الله، وليعلم العالم إننا لا نجاهد لا للوطنية ولا للقومية.